اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في الحلقه الاخيره للسنه دي من برنامجكم الاسبوعي لماذا. بنشكركم لمتابعتكم معانا في 2014، ومع بعض وصلنا النهارده للحلقه العشرين. احنا مش مصدقين لان هم عدوا بسرعه جدا، كانوا 20 حلقه حقيقي مليانين بالمعلومات الشيقه جدا والمواضيع الممتعه جدا. وبيرجع الفضل الكبير للشماس الإكليريكي إيهاب وهيب، بنشكرك يا إيهاب على كل حلقة من العشرين. احنا الفضل طبعا كله ربنا، احنا نشكر ربنا. احنا لما ابتدينا توقعنا مثلا 5 6 حلقات، لكن نشكر ربنا طبعا بتعضيد كل الجمهور وبتعضيد الناس اللي كانت بتسمع وبتعضيد التشجيع، الإيميلات اللي جت وعلى الفيسبوك وكل الحاجات دي هي اللي شجعتنا ان احنا نكمل ووصلنا للحلقة العشرين. وان شاء الله قبل ما نخلص الحلقة النهاردة هنعرض على المشاهدين طبعا ان الخطة بتاعتنا السنة الجاية، هنبتدي ناخد موضوع جديد ايه ان شاء الله. وبرضو نبقى نعرف منهم ايه اللي يحبوا يسمعوه ويتفرجوا عليه ويدونا فيدباك طبعاً. على تبقى حقيقة فكرة هايلة، فقولوا لنا ايه اللي متوقعينه السنة اللي جاية وايه اللي تحبوا تسمعوه وايه اللي تحبوا تشاركوا فيه. النهاردة الحلقة هنتكلم عن المعمودية، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فعنوان حلقة النهاردة المعمودية، وهنتكلم عن المعمودية بالتفصيل. ولو عندكم أي أسئلة أو أي كومنتس بخصوص المعمودية، احنا تليفوناتنا مفتوحة النهاردة ونحب نسمع صوتكم قوي. نبتدي ناخد جزء من الإنجيل، إنجيل يوحنا، قديس يوحنا 3 من آية 1 لآية 6. بيقول إيه؟ قديس يوحنا بيقول: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيكوديموس رئيس اليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم إنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحدا يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. نيكوديموس ما كانش فاهم يعني إيه مولود من فوق، فهيبتدي السيد المسيح يشرح له. فنيكوديموس قال له: يا رب، كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ يعني أنا كبير في السن بقى اتولد إزاي؟ ربنا قال له: لا، ابتدى يغير نظره إن هو يتولد من الماء والروح. قال له إيه؟ قال: لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد. أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، الماء اللي هو ماء المعمودية والروح اللي هو الروح القدس، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. مهم جدا السيد المسيح شرحها لنا كويسة جدا علشان الناس كلها تعرف أن أهمية المعمودية لخلاص الإنسان. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماء. وناخد جزء تاني برضو في إنجيل يوحنا 9، وده الجزء اللي بنقراه في حد التناصير. يوحنا 9. وكان حد التناصير عبارة عن اليوم اللي بيعمدوا فيه كل الموعظين، كانوا بيحضروا الكنيسة ويوم حد التناصير يعمدوا كل الموعظين عشان يقدروا يخشوا أسبوع الألام ويحتفلوا بالقيامة مع السيد المسيح. بيقول: وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا، وطلب الطين عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل واتى بصيرا. الراجل المولود اعمى ده كان سمع كلام السيد المسيح وراح اغتسل في بركة سلوان، وبتبين اهمية الماء وبركة سلوان كالتشير للمعمودية. اول ما غسل عينيه اتى بصيرا. اتى بصيرا ايه؟ اتى بصيرا روحيا وجسديا. ودي بنقراها وهنقراها ان شاء الله في يناير، في كل بعد عيد الغطاس بنقرا القرايات دي في شهر يناير. فمهم جدا نقرا الايتين دول عشان نعرف نبتدي ازاي موضوع المعمودية. موضوع المعمودية مهم جدا لخلاص الانسان، والكنيسة بتدقق فيه جدا وبتسميه باب الاسرار. يعني ايه باب الاسرار؟ يعني لو رحت عشان تتناول هيقولك لازم تكون متعمد، لو تروح عشان تعترف هيقولك لازم تكون متعمد. ممكن ابونا يرشدك، ممكن ابونا يقولك حاجة، لكن يديك اعتراف ويديك حل من خطاياك لازم تكون متعمد.
وعشان تمارس اي اسرار في الكنيسه اول حاجه يقول لك اتعمد. وعشان كده الكنيسه بتهتم جدا بمعموديه الاطفال اللي تخليها تثبت في الكنيسه، وهنشوف فعاليه المعموديه معانا خطوه خطوه. ومعلش النهارده هناخد ايات كتير جدا، عشان لما بنحب نتكلم في موضوع عقائدي بنحب نشرحه بالكتاب المقدس واقوال الاباء وتسليم الرسل اللي احنا استلمناهم منه. طيب احنا قبل ما نخش في عمق اكتر من كده ايهاب عن المعمودية، علشان احنا عايزين نعرف حاجات كتيرة جدا جدا جدا. مشاهدين كتيرة سألونا عن سؤال الحلقة علشان هم متعودين ان هم يسمعوه، وفي الحلقتين اللي فاتوا ما كانش عندنا وقت ان احنا حتى نسأل اسئلة. فاحنا هنبتدي بالسؤال النهاردة من بدري علشان تفكروا معانا وبرضو تكلمونا وتقولوا لنا حل السؤال ايه. فسؤال الحلقة النهاردة: من هي المرأة التي عمدت والديها ولديها يعني ابنيها الاثنين، وكانت هذه المعمودية مقبولة أمام الله، احتار معها الأب البطرك، ما اسمها وما اسم البطرك البطريرك؟ تحب تقولها تاني؟ نقولها تاني وحضرتك، وهي كانت على الشاشة دلوقتي بس نقولها تاني. من هي المرأة التي عمدت ابنيها وكانت هذه المعمودية مقبولة أمام الله، احتار معها الأب البطريرك، ما اسمها وما اسم البطريرك؟ لو حضراتكم تعرفوا الحل تكلمونا على طول، لو ما تعرفوش هتلاقوه وكلمونا برضه. نخش بقى إيهاب ونتكلم على فعالية المعمودية. فعالية المعمودية أول نقطة لازم نعرفها في المعمودية أن المعمودية يتم بها الخلاص. ولو نبص في إنجيل قديس مرقس 16:16 السيد المسيح بيقول من آمن واعتمد، ما قالش آمن بس، قالك لازم تعتمد. وهنثبت الحاجات دي كتير جدا. فمهم جدا ان اول حاجة لو انت كبير في السن تآمن. طب لو واحد طفل نعمل معه ايه؟ نتكلم بعد كده مع مدير الاطفال. لكن السيد المسيح قال لهم من آمن واعتمد خلص، ما قالش بس من آمن خلص، لا قال لهم من آمن واعتمد خلص. ويجي القديس بولس الرسول في تيموثاوس 3:5 بيقول ايه؟ بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. غسل الميلاد الثاني اللي هو المعمودية، تجديد الروح القدس لما بناخد الروح القدس في الميرون. قديس بطرس قال لهم ايه عن الفلك اللي كان رمز من رموز المعمودية في العهد القديم زي ما هنشرح بعد كده؟ الذي فيه خلص قللون اي السماني انفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن الان اي المعمودية. واضحة جدا، الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس، الناس اللي كانت في الفولك. وبيقول لهم بالظبط كده زي من السيد المسيح بيخلصنا الان اي المعموديه، بالمعموديه. يعني المعموديه اول نقطه نعرف بيتم بها الخلاص. طيب المعموديه يتم بها الخلاص، المعموديه بننال بها ميلاد الثاني من الروح، من الماء والروح. برضو نجيب ايات ربنا يسوع المسيح قال لنيقوديموس زي ما قرينا دلوقتي، قال لهم ايه؟ إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات أو يرى ملكوت السماوات، يوحنا 3:3. وعدها له في 3:5 بيقول له إيه؟ وإن كان لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. وأضاف بعد كده قال لهم إيه؟ لأن المولود من الروح هو روح، وكل وهكذا كل من ولد من الروح، وهو ده الميلاد الثاني. وبعد كده هنلاقي برضو السيد المسيح قال لهم ايه؟ بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. وبعد كده اتكلم عن الكنيسة في تيموثاوس 3:5 مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة، وهو الغسل الميلاد الثاني اللي هو الغسل من الخطايا بعد ما اتولدنا من السيد المسيح. طب تكلمنا عن المعمودية ازاي بنشوفها ان هي غسيل من الخطايا؟ دي شرحها السيد المسيح حلوة قوي لما اللي هو حنانيا الدمشقي لما شاف القديس بولس الرسول بعد، يعني عايزين نشوف نبين أهمية المعمودية. القديس بولس الرسول الأول شاف السيد المسيح وبعد كده قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وقال له طب أنا هبعت لك حنانيا الدمشقي. بعت له حنانيا الدمشقي، عمل إيه ربنا؟ نشوف عمل إيه. بيقول له إيه؟ أيها الأخ شاول، ده حنانيا الدمشقي بيقول له إيه؟ لماذا تتوانى؟ قم تعمل إيه؟ أول حاجة اعتمد واغسل خطاياك. يعني المعمودية بتغسلنا من الخطايا، ودي بترد على الناس الكتير اللي بيقول لا الإيمان كفاية، المعمودية مش مهم دلوقتي. لا، ده مهم جدا إن المعمودية بتغسل الخطايا. واحد زي القديس بولس أولا مش أي حد اللي دعاه إنه يخدم، ده السيد المسيح بنفسه دعاه. تاني حاجة بقى رسول للأمم. تالت حاجة كان إناء مخطاء.
رابع حاجة السيد المسيح قال ويتألم من أجل اسمي. كل ده طب يا رب ما كفاية، يقول لك لا، عشان يتغفر خطاياه لازم يتعمد. وما ذلك لا تغفر خطاياه ولا بإيمانه ولا أن هو رسول، إنما ظل محتاج للمعمودية لكي يغفر خطاياه. قال له أيها الأخ شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. يعني المعمودية بتغسل خطايا. أنهي خطايا؟ بتغسل الخطايا اللي احنا استلمناها من آدم وحواء. ما هي دي الخطية اللي احنا ورثناها، الخطية الجدية. الواحد اللي يرد يقول لك طب أنا ذنبي إيه لما آدم وحواء أخطأوا؟ طب ما هو آدم وحواء أخطأوا وبعد كده اتعمل عليهم حكم الموت، وإحنا اتولدنا بعد لما اتحكم عليهم بالموت. يعني أي حد من النسل آدم وحواء اتولد محكوم عليه بالموت. فلازم علشان تتمسح الخطية الجدية اللي هي بتاعت جدنا آدم وجدتنا حواء، لازم نتعمد. وربنا بيقول لك بقى انت ابتديت صفحه جديده. انت انا دفعت الثمن الخطيه دي على الصليب بدمي. وهنشوف بعد كده ان المعموديه رموزها برضو اللي هو الدفن مع المسيح. في ايه تانية القديس بولس ما نسيش بقى ان هو بالمعموديه اتغسلت خطايا، بيقول ايه؟ في كورنثوس الاولى 6:11 لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا. وفي كورنثوس وبعد كده بيقول ذلك لأنهم اعتمدوا باسم يسوع المسيح فنالوا المغفرة. قديس بولس قال لهم، بطرس قال لهم برضو لليهود بعد كده زي ما هنتكلم، نالوا مغفرة الخطايا. أول حاجة المعمودية بيتم بيها الخلاص. تاني حاجة بالمعمودية بنال الميلاد التاني من الماء والروح. تالت حاجة بالمعمودية بيتغسل خطايانا. رابع حاجة بعد كده هنشوف المعمودية هتعمل معنا إيه. طيب احنا بنسمع المعمودية بقى فيها مغفرة الخطايا. مغفرة الخطايا القديس بطرس شرحها كويس جدا. لما جم 3000 واحد في يوم 50 وكان يوم تأسيس الكنيسة وكلهم امنوا، قال لهم طب ما انت امنتوا كويس، عشان الاخ اللي يجي يقولك امن بالرب يسوع فتخلص، لا، قال لهم انتوا امنتوا، لكن بيقول لهم لا ده مش كفاية. قال لهم ايه القديس بطرس؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا. طب ما هو كفايه ان هم امنوا وكفايه ان هم تابوا، لا، لازم تعتمد. بعد ما تعتمد الخطايا بتاعتك هتتغفر. وكان ده يوم مهم جدا، ان هو كان يوم تاسيس الكنيسه كلها. طيب بنوصل للنقطه الخامسه دلوقتي، وهي ان المعموديه فيها موت مع المسيح وفيها قيامه معه. تشرح لنا ازاي بقى المعموديه فيها الموت والقيامه دي؟ ربنا قال لنا اجره الخطيه هي موت. وبعد كده السيد المسيح رسم الطريق ده بان هو اول واحد مات عننا. فكل واحد مولود بالخطيه كان لازم يموت، والموت ده في المعموديه. والقديس بولس الرسول عشان فهم الموضوع ده كويس وعرف الموضوع وعرف ان هو كان لازم يتعمد ولازم يموت مع المسيح ويقوم معاه، كتب لنا قال ايه؟ فيليبي 3:10 لا اعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبه بموته. طب موت ازاي بتشبه في المعمودية؟ وبعد كده بيقول تاني بعد كده اما تجهلون اننا كل من اعتمد للمسيح اعتمدنا لموته فدفننا معه بالمعمودية للموت. طب انت امتى اتدفنت وامتى موت يا قديس بولس الرسول؟ في المعمودية. والواحد بيكون جوه المعمودية وبيطلع كواحد مدفون في الاب. وبعد كده بيكمل برضو في كلوسي 2:12 مدفونين معه فين؟ في المعمودية. وبعد كده في رومية 6:3-8 فإن كنا قد متنا مع المسيح في المعمودية نؤمن إننا سنحيا معه. يعني المعمودية مهمة أو للخلاص، معمودية الشركة في موت السيد المسيح، والمعمودية بالتوفي إن هي أجرة الخطية هي موت. وفي المعمودية في عملية أو نوع من التجديد، تشرح لنا التجديد ده بيبقى عبارة عن إيه؟ يعني بنبقى طالعين من المعمودية عارفين إيه التجديد ده؟ التجديد إن طبيعتنا تجددت. قديس بولس الرسول بيقول إيه؟ فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. خدنا طبيعة جديدة، طبيعة تقدر تخش السماء. إحنا الطبيعة اللي كانت فينا طبيعة فاسدة بالخطيه اللي احنا ورثناها من ادم وحواء، كنا بنموت، كان الانسان ما فيش حياه ابديه. لكن بالطبيعه الجديده اللي احنا خدناها من السيد المسيح بالمعموديه بموته على الصليب عشان يفتح لنا الطريق بقى، عمل ادانا طبيعه جديده. طيب
في غلاطيا 3:27 في آية واضحة قوي بتقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. تشرح لنا يعني إيه المعمودية، في المعمودية إن إحنا بنلبس المسيح؟ في المعمودية بنلبس الصورة اللي إحنا خدناها الإلهية الأولى بتاعت آدم وحواء. يعني بتبين فاعلية المعمودية، يعني بنلبس الصورة اللي كانت قبل الخطية، الصورة اللي كانت هتعيش للأبد، الصورة اللي السيد المسيح خلقنا عشان نبقى عليها قبل السقوط. دي الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي المسيح كان عايزنا وعايزنا نمشي عليها بعد المعمودية. يعني ربنا بيقول لنا كل واحد فيكم اتولد في المعمودية، كلكم دلوقتي زي بعض، خرجتوا من المعمودية بيت زي الفل. ابتدي حياتك بقى، كل الخطيئة اللي انت عملتها انا غفرتها لك بدمي على الصليب، عشان دم المسيح دم كان غير محدود لكل خطايا العالم كله. مرة من المرات تبين أهمية المعمودية، كان في واحدة هي دلوقتي راهبة في دير الأمير تدرس. القصة دي اللي حكاها الأنبا بشوي كان موجود فيها، كان عامل سلسلة تثبيت الإيمان حلوة جدا، يعني ممكن نرجع لها. بيقول كانت الست دي اللي هي الراهبة دلوقتي في دير الأمير تدرس في حارة الروم، كانت دكتورة، وأول التكليف بتاعها كان في معهد الأورام بتوع الكانسر. بتقول ولد مسيحي كان موجود عنده نسبة اللوكيميا في البلد بتاعته اللي هو السرطان في الدم 80%. فقالت لهم اجيب لكم كاهن يناوله، قالت لها احنا مش ارثوذكس والتناول والكاهن وكده. فقالت لها الولد حالته خطيرة جدا، طب ما انتوا ما تجربوا. الولد اتعمد؟ قالت لها لا ما اتعمدش. قالت لها طيب ما الولد حالته خطيرة، 80% عنده سرطان في الدم. الاسبوع اللي بعده وصل سرطان الدم 90%. فابتدوا يفكروا بقى جديا. قالت لها طب احنا ممكن نتعمد؟ وكلهم قعدت تكلموا على بركه المعموديه وبركه التانية. قالت لها طب احنا ممكن نتعمد، بس احنا بنحب البابا شنوده قوي ويا ريت هو اللي يعمدنا. فكلمت الانبا بشوي، هي كانت من دمياط، الانبا بشوي بتاع دمياط، فقال لها حاضر. كلم سيدنا الانبا بابا شنوده، فقال له عرف حاله الولد، قال له خلاص انا اعمده كمان بنفسي واجيب له تونيا من عندي. سمحوا للولد يخرج من المستشفى وحضر القداس وتعمد وتناول ورجع المستشفى. يبتدوا يعملوا تحليل للدم، من 90% كان عنده سرطان في الدم لقوا 0%. يعني لو حتى لو الشفاء يبقى شفاء بالميديكيشن والحاجات دي يقل لحد ما يطيب، لا ده من 90% قبلها بيوم لتاني يوم بعد المعمودية والتناول ل0%. كل دي ببركة المعمودية. أفضل أفكر بقى أقول أنا مستني لما الواحد يؤمن الأول بعد كده أعمده، ولا مش عارف إيه. ده في للأسف ناس بتقول أنا ما عمدش الإنسان إلا لما يكون مؤمن. طيب لو أنا مستني لما الإنسان ده يؤمن، طب أنا أعمل إيه في الناس البسطة اللي ما عرفوش الإيمان؟ وأعمل إيه في الناس البسطة اللي ما عرفوش يقروا الإنجيل؟ وأعمل إيه في الناس البسطة اللي يعني بتوصله كلمة ربنا صعبة؟ هيعمل إيه؟ ده منسي قدام ربنا؟ لا، ده ربنا بيقول يا ابني أعطني قلبك. ده كان مرة في قصة، واحد مبشر راح بلد من البلاد ولقى واحد بسيط جدا، قال له أنت حافظ أبانا الذي؟ قال له إيه أبانا الذي؟ قال له قول أبانا الذي في السماوات ليتقدس. قعد يحفظ فيه كل يوم، يقول له يا عم حفظتها؟ يقول له أنا بحاول يا عم حفظتها. قعد أسبوعين ثلاثة في الجزيرة دي يعلم الناس، والراجل ده مش عارف يتعلم، تعبان غلبان ما دخلش مدرس خالص. فقال له بقى أنا همشي، أنا عملت اللي عليا وعلمتك. فالراجل ماشي بالمركب المبشر، فالراجل البسيط ده جاي بسرعة نسي، قال له طب استنى ده أنا عرفت كلمتين، وعمال يجري وراه لقاه الراجل البسيط ده ماشي فوق المية، جاي يجري ماشي فوق المية وجاي له. قال له انت خليك زي ما انت وصلي لي. دي الناس البسطة. ففي ايمان، ايوة ايمان للناس اللي هي تعرف الايمان، في ايمان، ايوة ايمان للناس اللي هي بتقرأ وتدرس وتعمل، لكن لازم نعمد الناس دي كلها. احسن يتطبق علينا الآية اللي بتقول من امن واعتمد خلص، او الآية اللي بتقول ان لم تولد من الماء والروح لا تدخل ملكوت. مين يقدر ياخد ذنب اولاده ما عمدهمش وما يخشوش السماء؟ ده على فكره الكنيسه الاولى كانت بتحرم اي واحد ابنه يموت من غير معموديه، بتحرمه سنه من التناول. دي كلها في قوانين الاباء وقوانين الرسل، بتبين اهميه ان الانسان يبقى مهتم بمعموديه ولاده.
وهنتكلم على النقط دي كلها، وبرضو لو في اي اسئله ممكن نرد عليها. طيب احنا دلوقتي هنخش في رموز المعموديه في العهد القديم، لان في رموز كتيره كانت بتدل على المعموديه من قبل العهد الجديد. بس قبل ما ندخل في الرموز دي، نحب نفكر اعزائي المشاهدين تاني بسؤال حلقه النهارده، لو لسه فاتحين التلفزيون او متابعينا او لو لسه ما فكرتوش تبصوا على الحل. السؤال بيقول: من هي المراه التي عمدت ابنيها وكانت هذه المعموديه مقبوله امام الله واحتار معها الاب البطرك واسمها فتقول لنا اسمها واسم البطرك. طيب ندخل دلوقتي هي إيهاب مع رموز المعمودية في العهد القديم. أول رمز كان الفلك، واضح قوي وجبناه منين؟ القديس بطرس اللي في العهد الجديد هو اللي أشار لي، بيقول إيه؟ إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي الثماني أنفس بالماء، أي الذي مثاله يخلصنا نحن أيضا، أي المعمودية. عشان في واحد ممكن يقول لي طب ما أنت ما تجيبليش العهد القديم، هات العهد الجديد. هنتكلم على العهد الجديد برضه. يبقى الفلك اللي خلصت الناس دي، الفلك موجود والميه حواليه كانت بتنزل من فوق ومن تحت زي المعموديه، زي هو بالتخطيص في المعموديه، وخلص عشان كانوا جوه الفلك، خلص عشان ده كان رمز المعموديه. تاني حاجه رموز المعموديه كان الختان، الانسان اللي بيختن كان بيبقى من شعب الله، الانسان الغير مختوم ما بيبقاش من شعب الله، الانسان المعمد بيبقى من شعب الكنيسه، الانسان الغير معمد ما بيبقاش من شعب الكنيسه. تالت حاجه من رموز المعموديه اللي هو عبور البحر الأحمر، هنلاقي كانوا بيعبروا البحر الأحمر في النص، المية حواليهم، فرعون يرمز للشيطان اللي هو بنجحته، ونقول أجحدك أيها الشيطان، نجحد الشيطان، فرعون بيرمز للشيطان، وكان موسى كان بيرمز للكهنوت، الكاهن اللي هو بيعمل الأسرار، وكان المية حواليهم من كل ناحية بترمز لماء المعمودية. هنلاقي برضو في نوح كان بيرمز للكهنوت في الفلك. برضو قصة حلوة جدا في حسكال 16:8-9 بيقول ايه؟ بيتكلم على النفس البشرية في سقوطها، ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب، فصرت لي فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك، حملتك بالماء اللي هو المعمودية، ومسحتك بالزيت اللي هو زيت الميرون، وهذا الماء والغسيل رمز المعمودية، والزيت رمز لمسحة الروح القدس، وعبارة صرت لي بعد ما مسحها ربنا بالماء ومسحها بالزيت، صرت لي يعني اتضميتي لشعب المسيح أو عضوة الكنيسة. طيب دي رموز كتيرة في المعمودية في العهد القديم. احنا برضو عايزين نتكلم ازاي المعمودية بتبقى نوع من انضمام للكنيسة كلها. المعمودية انضمام للكنيسة عشان ده اللي بياخده الانسان عشان يبقى انسان مسيحي، بياخد مسحة الروح القدس وبياخد غفران خطايا وبياخد الخلاص. وبرضه القديس بولس الرسول بيشرحها، كان في العهد القديم رمز المعمودية الختان، واللي ما كانش مختوم زي ما انا قلت ما يبقاش من شعب الله. فكان كل واحد في العهد الجديد لازم بالمعمودية. قال لهم ايه القديس بولس الرسول؟ كولوسي 2:11-12، وبه ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه بالمعمودية، يعني به أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه بالمعمودية الذي فيها أيضا أقمتم بإيمان عمل الله الذي أقامهم من الأموات. كان الختان الإنسان بيقطع جزء من جسده، كانت عبارة عن إن هو حاجة بتموت زي ما بنموت في المعمودية، وكانت علامة الختان لا تمحى، والمعمودية أيضا لا تعاد، الإنسان المعمد لا تعاد، والختان ده كان بيحصل فيه سفك دم، وعشان الإنسان اتعمد بعد سفك دم السيد المسيح. وكان برضه في العهد القديم في تكوين 17:7 إن كان الـ بيختن يصبح عضو في شعب الله وفي جماعة المؤمنين بالمعمودية، الإنسان الذي يعمد لازم يبقى من شعب الله، والكتاب قالها لنا 3:3-5 لا يدخل ملكوت الله اي حد لم يعمد. في قبل ما انسى هو اكيد في قصه لكل حاجه بنقولها. كان في واحد حتى بنذكره في السنكسار اسمه بروفوريوس، كان ايام كان هو بيشتغل بهلوان، وكان ايام يوليانوس الجاحد، وكان عنده مزاج الراجل البهلوان ده يفضل يقلد المسيحيين ويفضل يقلد المسيحيين ويفضل يقلد المسيحيين.
ففي اليوم بقى في عيد ميلاد يوليانوس ده جابوا، كان مشهور قوي بريفوريوس ده، علشان يعمل ايه؟ يعمل المعمودية ويتريق على المسيحيين. وجابوا له كده يعني بوت كبير قوي كده ومليان ميه، وهو نزل فيه وقعد يقلد المسيحيين ويقول بسم الاب والابن والروح القدس، وابتدى يبص في الميه لقى الميه نورت. فلقى ربنا فتح عينه وشاف النور اللي في الميه. لقى بيبص كده لقوه قام نزل في الميه 3 مرات، وقام ربنا فتح بصيرته الداخليه وقال انا مسيحي انا مسيحي. افتكروه لسه بيمثل وبيهزر، قال لهم انا مسيحي مسيحي. فالوالي اللي هو يوليانوس ده الجاحد قال له هنديك فلوس، هنعمل كذا، هنعمل لك كذا، انت بتهزر ولا بجد؟ لقوا ان هو بجد، ربنا انار بصيرته لما شاف النور في الميه اللي هو بيتريق عليه ده، واستشهد وبنذكره في السنكسه. فبتبين دليل المعموديه مهمه جدا، والانسان الذي لا يعمد او يؤخر معموديته هو اللي بيخسر البركات الكبيره الكتيره جدا في المعموديه دي. طيب في سؤال، هل المعموديه من عمل الكهنوت فقط؟ طبعا. السيد المسيح عمل ايه؟ السيد المسيح لما قال لهم في متى 28:19 نفخ في وجوه التلاميذ وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. قال لمين؟ قال للتلاميذ. قال لهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وعشان كده احنا بنعمده وبنغطسه 3 مرات. فهو قال للتلاميذ، يبقى ده والتلاميذ. وحتى نلاقي في الكنيسه في عصر الرسل كل اللي كانوا بيعمدوا كانوا الرسل، وبعد كده رشموا اساقفه، الاساقفه بعدهم عمدوا، وبعد كده رشموا كهنه، الكهنه بعدهم بقت تعمد. وعلشان كده اي معموديه لا يقوم بها كاهن شرعي، يعني مش محروم ولا حاجه، الكنيسه ما بتقبلهاش. فاي واحد غير بيتعمد من غير كاهن، كاهن شرعي، كاهن موضوع عليه اليد، كاهن مرسوم طقسي ومؤمن بالكهنوت، والشعب يكون مؤمن بالكهنوت، احنا بنخليهم يعيدوا المعموديه. كان مره في ابونا عبد المسيح سيدروس، ليه ابوه راجل بركه قوي، كان في البياضيه، انا رحت زرته لما رحت زرت اديورت السعيد وكده، وشفت عاملين له مكان حلو قوي اللي ممكن الناس تزوره. مره كان كبير في السن، وبعد كده عمد احد الاولاد وروح البيت ونايم بالليل، لقى الملاك قال له انت نسيتني. فالراجل مش مركز فزقه كده وقال له انت نسيتني، انا لسه موجود، انت نسيت تصرفني. فبيبين ان الكاهن في صلواته بيستدعي الملاك بتاع المعمودية اللي بيحل على المية ويخلي المية مقدسة، والمية المقدسة دي اللي بتغفر خطايا الإنسان بالمعمودية. وعشان كده ابونا لازم يصرف المية بعد كده على مية الجري، عشان مية مهمة جدا. وبعد كده بيخلي يصرف الملاك بتاع السبيحة أو الصلاة بتاعة المعمودية، فنسي يصرف الملاك فظهر له الملاك وقال له إيه؟ أنت نسيتني. طيب احنا ليه دلوقتي لما بيجي حد من طائفة تانية وعايز يتناول سبيشال، يعني ليه لازم يبقى في، ليه لازم يتعمد الاول؟ انا كنت في كنيسه من الكنائس هنا، وبعد كده كان في ناس غير مصريين مثلا، وبعد كده انا عارف ان هم مش اورثوذكس، فداخل يتناول، فقلت له استنى انت ما ينفعش. قال لي ليه وزعل مني؟ قلت له لا، احنا مسيحيين لكن عشان نبقى مسيحيين كلنا لازم يبقى ايمان واحد وانجيل واحد وعقيده واحده. هل انت تؤمن بكذا وكذا وكذا؟ قال لي لا. قلت له انت لو لازم الاول تتعمد عندنا وتؤمن بالايمان بتاعنا ويعمدك كاهن ارثوذكسي قبل ما تاخد من الاسرار بتاعتنا دي، ما فيهاش زعل. لكن انتوا عندكم الطائفه بتاعتكم لا تؤمن بالكهنوت، لا يؤمن ان الكاهن هو اللي يعمد، لا يؤمن اصلا بسر الكهنوت، يبقى تيجي تتناول ازاي؟ ده انت لو خدت جسد ربنا ودمه بدون استحقاق تكون مجرم في جسد رب ودمه. فقلت له لا، يعني اقعد الاول مع اب كاهن يشرح لك العقيده بتاعتنا شكلها ايه، وبعد كده تتعمد عندنا، وبعد كده من حقك ان انت تتناول عندنا. لكن ما يقدرش اي حد، انا مسيحي واروح اتناول، انا ما اقدرش اتناول مع الكاثوليك، الكاثوليك ما يقدرش يحاول يتناول معايا. الحاجات دي مهمه جدا، عشان احنا عندنا برضو اختلافات في العقيده. فلازم نبقى عقيده واحده، ايمان واحد، وبعد كده كلنا نتناول مع بعض، ما فيهاش زعل. يعني انت مبسوط بالعقيده بتاعتك وديانه، ما حدش بيقول لك حاجه، لكن ما تجيش عندي وتتناول عندي لو انت ما تؤمنش باللي عندي، مش صح طبعا. والكاهن اللي بيدي الاسرار لو واحد انسان مش من الكنيسه المفروض يساله. أيوة. طبعا ده مسؤول، الكاهن بالظبط عامل زي الصراف بتاع البنك. يعني صراف البنك واحد جايب له تشيك بيدي له الاماونت،
هل معقول يدي واحد فلوس مش يستحقهاش؟ ما ينفعش، لا ربنا بيحاسبه جامد جدا طبعا على الحاجات دي، ده هو وكيل سرائر الله. طيب ليه آباء الكنيسة بيقولوا إن المعمودية لازمة جدا للخلاص؟ احنا لو نبص برضو عشان نجيب، الكنيسة الأرثوذكسية قائمة على الكتاب المقدس، قائمة على التقليد، قائمة على الآباء وكتابات الآباء خاصة الكنيسة الأولى قبل الانقسامات، وقائمة كل ده يعمل الكنيسة الأرثوذكسية. لكن أنا ما أقدرش أخد آية وأطير بيها، ما أقدرش أخد فكرة من أب من الآباء وأطير بيها، وما أقدرش أقول حاجة قانون كنسي وأطير بيه، لأ. إحنا بنشوف روح الكتاب كله عاملة إزاي، بنشوف روح العقيدة عاملة إزاي، ونشوف الآباء قالوا إيه، ما هم دول المرشدين بالروح القدس. فمهم جدا، أنا جبت بعض الأقوال هنا ونشوف الآباء قالوا إيه. القديس يوستينوس الشهيد قال إيه؟ يجب أن نفتش ونعرف من أي طريق يمكننا أن ننال صفح الخطايا ونمتلك رجاء ميراث الخيرات الموعود بها، ولنا في ذلك طريق واحد فقط، وهو أن نعرف يسوع ونغتسل بالمعمودية لغفران الخطايا، وهكذا نبتدئ أن نعيش بالقداسة. خطابه إلى تريفون فصل 44. قديس كورولوس الأورشليمي قال إيه؟ عظيمة هي المعمودية المعدة فداء عن المأسورين، وصفحا للأوزار، وموتا للخطية، وولادة ثانية للنفس، وثوبا نيرا، وختما مقدسا لا ينفك، ومركبة إلى السماء، وتعليم الفردوس، وعلية الملكوت، ومنحة التمن. قديس غريغوريوس النيزيانسي قال إيه؟ فالمعمودية إذن تنقية من الخطايا، وترك المآثم، وعلة التجديد والولادة الثانية. وقال إيه؟ حينما تدخلون في الماء لا تجدون بعد ماء بسيطا، بل تنتظرون خلاصا بالروح القدس، لأنكم تستطيعون بلا مانع أن تصلوا إلى الكمال. وهذا الكلام ليس كلامي، بل كلام الرب يسوع نفسه. ويجي بعد كده القديس أوغسطينوس بيقول إيه؟ إننا بميلادنا من الماء والروح القدس نتطهر من كل خطية، سواء كانت من آدم الذي به أخطأ الجميع، أو بفعلنا وقولنا، لأننا نغسل منها بالمعمودية. وقال أيضا إن لنا ميلادين، أحدهما أرضي والآخر سماوي، الأول من الجسد الولادة الطبيعية بتاعت الابن وأمه، والثاني من الروح. الأول صادر عن مبدأ قابل الفناء اللي هو الجسدي، والثاني عن مبدأ أبدي اللي هو الميلاد الروحي. الأول عن الرجل والمرأة، والثاني عن الله والكنيسة. الأول يجعلنا أبناء الجسد، والثاني أبناء الروح. الأول الميلاد الأول اللي هو الجسدي يصيرنا أبناء الموت، والثاني أبناء القيامة. الأول يجعلنا أبناء الدهر، والثاني أبناء الله. الأول يجعلنا أبناء اللعنة والغضب، والثاني أبناء البركة والمحبة. الأول يقيدنا بأغلال الخطية الأصلية، والثاني يحلنا من ربطات كل خطية. أنهي قول القديس ذهبي الفم بيقول إيه؟ إن الذين كانوا قبل عمادهم أسرى، فإنهم يتمتعون الآن ببهاء الحرية، وصاروا أعضاء الكنيسة سالكين في نور البر البهي، بعدما كانوا سائرين في الضلال الحالك وظلام الخطية القاتم. حقا إنهم الآن محررون، وليس ذلك فقط، بل قديسون، فأبرار، فأبناء، فورثة، فإخوة المسيح، وارثون معه، فأعضاء لجسده الطاهر، فهياكل الروح القدس. فتأمل في العطايا الجزيلة والمواهب الثمينة التي يمنحها سر العماد. إن كثيرين يظنون إنه يغفر الخطية فقط، وأما نحن فقد أحصينا له 10 مفاعيل تجعل النفس في مركز سام ومقام جليل لا يوصف. دي بعض أباء الكنيسة اللي اتكلمت عن المعمودية ولزوم المعمودية وكل الحاجات دي. دي أباء الكنيسة اللي اتكلمت على كل الحاجات دي. طب يا هب، احنا ليه بيبقى عندنا المعمودية في الكنيسة الأرثوذكسية لازم تبقى بالتقطيس؟ يعني احنا بنشوف في كنائس أخرى ممكن تبقى بالرشم، ممكن تبقى يعني مش ما بتبقاش بتغطيس كلي. ما انا عايز اوضح لك حاجه. لو بصينا لكل كنايس مصر القديمه والكنايس القديمه جدا والاثريه فيها جرن معموديه، ايوه صح، يبقى دليل كانت الكنيسه الاولى كلها ايه؟ بالتغطيس. تغطيس. دي حاجه. نشوف الكتاب المقدس برضو قايل ايه عشان دي مهمه جدا.
السيد المسيح بيقول لما يوحنا عمده بيقول فلما اعتمد يسوع عمل ايه؟ صعد من الماء. صعد من الماء يعني ايه؟ يعني كان في الميه وطلع. متى 3:16. تاني حاجة في قصة الخاص الحبشي لما فيلبس عمده قال له ايه؟ فنزل كلاهما الى الماء فيلبس والخاصي فعمده، ولما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس. تاني صعد من الماء. والتاني بعد كده ايه اللي هي برضو ان ينزل كلاهما الى الماء، يعني ايه؟ الاتنين نزلوا في الماء. كلمة معمودية او بابتزما يعني صبغة. وعشان الواحد يصبغ حاجة لازم يعمل ايه؟ يحطها كلها في الصبغة. فدي الجسم كله بيتصبغ، الجسم كله بيتغطس علشان يتغير. أي. الخطية القديمة تطلع والجسم الجديد بيقول تجددنا. وبعد كده لما القديس بولس الرسول بيقول ايه؟ فدفننا معه بالمعمودية. الدفن يعني ايه؟ بتحط حتى في القبر. مدفونين معه بالمعمودية، مدفون. وعملية الدفن لازم تكون بالدفن، تغطيس. وتاني حاجة ولادة تانية، ولادة تانية برضو اتخرجنا من جرن المعمودية وخلصنا بغسل الميلاد الثاني. كل ده تشير على ان الغسل، معمودية، تغطيس، صعد من الماء، كل دي تشير ان كل ده كان بالتغطيس. في ناس بتقلق خاصة الكبار لما بيخشوا الكنيسة عندنا في المهجر، خاصة اجانب او كده، يقولك طب انا ازاي هتعمد وانا كبير في السن؟ عندنا معموديات للكبار، في معموديات حتى قداس البابا كان مدشن معمودية كبيرة في بتطلع بسلالم وبتنزل فيها الكبار، والناس ما تقلقش بيلبسوا تونيا. ولو كانت سيدة او امرأة بتلبس تونيا يبقى معاها شماسة او واحدة خادمة، وما بحدش بيشوف حاجة، بتنزل ابونا بيحط ايده عليها 3 مرات وبعد كده بيديها فرصة لحد ما تغير، وبعد كده بيرشمها بالميرون، وبعد كده برضو لو شماس بيلبس تونيا وينزل في معمودية وفيهاش اي كسوف او اي حاجة. عندنا معموديات للكبار بالتغطيس، ومعموديات الاطفال هنلاقيها في الكنائس الاثريه كلها، كانت معموديه، جورن المعموديه كان كله تغطيس. يعني احنا ما سمعناش على بالرش ده اللي حديثا بس، لكن كل معموديه الكنائس كلها بالتغطيس. حتى يوحنا المعمدان اللي هو كان بيعمد معموديه التوبه بس كان بيعمدهم بالتغطيس. حتى يوحنا المعمدان مع انها ما كانتش فيها فعاليه الروح القدس لسه، ولا مدفونين معها بالمسيح عشان السيد المسيح ما كانش مات لسه، كانت بالتغطيس. واضحة جدا انها كانت بالتغطيس. وحتى الصورة اللي عندنا، الايقونة اللي احنا بنعتمد عليها في الكنيسة اللي بنحطها جنب الهيكل، لازم يبقى السيد المسيح اعلى من يوحنا المعمدان، وبعد كده المسيح متغطس كله في المية، بدليل على ان لازم كل الكنائس والايقونات والمتاحف كانت كلها بالتغطيس. طيب انا مش سامعة مكالمات خالص النهاردة، ايه؟ انا متهيألي السؤال كان صعب شوية ولا ايه؟ مش عارف. طيب تحب نقول السؤال تاني تفتكر؟ ممكن نقول السؤال تاني نفكركم. طيب، من هي المرأة التي عمدت ابنيها وكانت هذه المعمودية مقبولة أمام الله واحتار معها الأب البطرك، وما اسمها وما اسم البطرك؟ ياريت لو تعرفوا الحل تكلمونا حالا. طيب دلوقتي في مرقس 16:16 بيقول من آمن واعتمد خلص. طيب احنا دلوقتي الاعتماد في نوع من الإيمان، احنا متوقفين على نوع من الإيمان، ازاي بقى بنعمد الأطفال؟ تشرح لنا ازاي بنعمد الأطفال الصغار وهم لسه يعني ما أمنوش، يعني لسه ما فهموش، أو ليه بنعمدهم؟ أول حاجة الكتاب المقدس بيقول إيه؟ إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يعني الإنسان الطفل ده اللي مش هيتعمد لو حصل له حاجة دلوقتي هيروح فين؟ مش هيبقى في السماء. يعني دي حاجة. هل تعتقدي ان الاباء ياخدوا الريسبونسابيلتي ان يعرف ابنه مش هيخش السماء بسبب اهماله ان هو ما عمدوش؟ ده عبطهم. على فكرة المشكلة دي كانت الكنيسة الاولى عاملة عقاب شديد جدا للاباء اللي ما بيعمدوش اطفالهم وهم صغيرين. كان بيحصل ايه؟ كان الاب بيتحرم سنة والام من التناول لو عدت الفترة بتاعت 40 يوم للولد والتمانين يوم للبنت وما تعمدوش وحصل لهم حاجة. فكانوا بيحذروا، بيقولوا للكاهن برضو كان بيقطع لو ان هو ما كانش عمد الاولاد او عرف او اي حاجة. المعمودية بتدي الاطفال، اولا انا بعمد الولد الصغير، ده احسن ايمان الاطفال.
مفيش أي حاجة في الكتاب المقدس تمنع معمودية الأطفال أو تمنع إيمان الأطفال. لدرجة السيد المسيح عمل إيه لما الأطفال جريت عليه؟ قال دعوا الأولاد يأتون إلي. فكل ده إيه؟ السيد المسيح بيرحب بيهم. وبعد كده الولد لما يتعمد وبيخش الكنيسة ويتربى في الكنيسة، بيتناول في الكنيسة، بيمارس أسرار الكنيسة، وبيعترف في الكنيسة، وبعد كده لما يكبر، ده انت بتقول له، ده الولد الصغير عندنا في مدرسة احد، بتقول له بابا يسوع في السماء، يقول لك في السماء. بابا يسوع فتح عينين للأعمى، مصدق. ده الكبير اللي ما عمدتوش وما شافش الأسرار وما دقش الأسرار وما عملش كده، ده أصعب من الصغير. ده الصغير اوريدي انت مربيه في الكنيسة وشايف الأسرار وشايف الأب كان وشايف كل ده، وانت بعد كده لما الولد يوصل 10 ايج، هل تقدر تجيبيه الكنيسة دلوقتي لو ما كانش يتربى في الكنيسة؟ ده احنا اكبر مشاكلنا الاولاد لما بتوصل للتين ايج وبتسيب الكنيسة وما تكونش متربية في الكنيسة، صعب جدا تجيب الكنيسة. فالولد الصغير اللي بيتربى في الكنيسة دي وبياخد الاسرار وبياخد بيمارس الاسرار وبيحضر مدارس الاحد وبيؤمن بكل الحاجات دي، سهل جدا يقع في الكنيسة عن واحد اقول له لما يكبر ابقى اعمده. وبعد كده هناخد برضو رموز المعمودية في العهد القديم وكانت كلها فيها أطفال، هناخد الآيات اللي تثبت أن الرسل كانوا بيعمد البيت كله باللي فيه، يعني ما قالش لا أنا عمد الكبار وأسيب الأطفال، وهناخد برضو بعض القصص معجزات عن الأطفال. طيب احنا دلوقتي أعزائي المشاهدين هنرجع، هنروح فصل صغير قوي وهنرجع لكم تاني ونكمل موضوع النهاردة عن سر العماد. وبنرجع لكم تاني بنتكلم النهاردة عن المعمودية. بس قبل ما نكمل موضوع حلقة النهاردة، زي ما حضراتكم شفتوا معانا دلوقتي كان البرومو بتاع قناة الحرية كقناة على بعضيها متكاملة، وزي ما شفتوا في برامج كتيرة جدا مش مكملة معانا دلوقتي خالص للأسف علشان التبرعات. يعني احنا لحد دلوقتي معانا 40 عائلة اشتركوا معانا اشتراك شهري وبيعددونا وبنشكرهم فعلا جزيلا، بس احنا علشان نكمل ونقدر نكمل احنا we're hoping يعني ان يبقى معانا 200 عائلة تبقى مكملة معانا في اشتراكات شهرية. دلوقتي في بنك اكاونت جديد مكتوب دلوقتي على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين في اللور ثيرد تحت خالص، ولو بتعملوا تبرعات من سيدني او من نيوزيلند لو تروحوا للكومنولث بنك وبس الاكونت نيم هيبقى الحريه تي في، والانفورميشن كلها هتلاقوها على اللور ثيرد. تاني اعزائي المشاهدين احنا فعلا بنقولها تاني يعني محتاجين لتعديلات كتيرة، وبنأسف ان احنا بنكلمكم في المواضيع دي كتير، بس زي ما انتم شايفين احنا مش قادرين نكمل، وفي برامج كتيرة خلاص راحت لان مفيش دعم كافي ان احنا نكمل. وزي ما اتكلمنا قبل كده هو بس الساتلايت كوست عالية جدا، وغير كده مفيش حاجة قوي، بيبقى 10,000 في الشهر، فبنبقى محتاجين 10,000 دولار كل شهر علشان بس نقدر نكمل. تكلمنا عن الموضوع ده إيهاب شوية. الساتلايت يعني النهاردة الحمد لله قدرنا ندفع اللي هو شهر ديسمبر، كنا في البنك ودفعناه، بس طبعا في أحباء كتير ساعدوا وعددوا ودفعنا شهر ديسمبر النهاردة إن شاء الله. أحد الإخوة المحبين دفع 3,000، زيارة الدكتور رأفت هنا الصراحة يعني قدر يلم 5,000، وقدرنا نكمل من بعض الأشخاص. لسه حتى الناس اللي اشتركوا 40 شخص اللي قالوا هيتبرعوا بـ100 دولار لسه يمكن ما عرفوش الأكاونت الجديد، يا ريت يبتدوا يعملوا دايركت ديبت على طول على الأكاونت الجديد علشان نقدر نكمل. يعني زي ما انتم شايفين يعني we do our best، يعني نشكر ربنا دكتور رأفت كان معانا قدر يلم 5,000 الناس تبرعت يعني ليه، وقدرنا نحطها. الشهر الجاي مش عارفين هنعمل ايه يعني، فعايزين الناس اللي وعدوا اللي هم احنا بعتنا لهم تاكس مسج كلهم بالاكاونت الجديد وبالاسم الاكاونت الجديد وبالاي وبالنمره التليفون بتاعتنا، وانت بس تبعت تاكس مسج وفي خادم هيكلمك ويقول لك حتى تقدر تعمل دايركت ديبت ازاي او تدفع بكريدت كارد او اللي انت عايزه. دي حاجات كلها يعني عشان نقدر احنا نكمل. زي ما كانت ياسمين بتقول 10,000 في الشهر للساتلايت دي يعني مبلغ كبير جدا، اي قناه ما تقدرش
تستحمل لو ما فيش تبرعات. واحنا زي ما انتم شايفين الحريه سنه ونص، ونشكر ربنا في بروجرامات كتيره شغاله كويس على يعني كعالميا، من امريكا بتطلع، من استراليا بتطلع برامج كتير، بنحاول نوصل لكم هنا يعني بعكس القنوات كتيره كلها عباره عن تسجيل وبتعاد وحاجات زي كده. احنا بنحاول نجيب لايف اتليست، كنا بنطلع 4 في الاسبوع، ودي يعني ميزه حلوه جدا، مش ما اظنش اي قناه توصل لـ4 لايف في الاسبوع، كله اكتر تسجيل عشان الكوست والحاجات دي. 10,000 في الشهر كوست الساتلايت، و10,000 في البروجرامات اللي بتطلع عشان في الشهر، فده 20,000 كل شهر، معدل يعني 5,000 في الاسبوع. فعايزين تعرضك وعايزين تلوك برضو معنا. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن سر العماد النهارده في حلقه النهارده، لو لسه متابعينا دلوقتي، واحنا هنكمل دلوقتي وهسالك ايهاب سؤال دلوقتي. في قديسين استشهدوا وبعدين يعني قالوا لحد النفس الاخير انا مسيحي وهموت علشان انا مسيحي وما تعمدوش، تقدر تقول لنا ايه عن الموضوع ده وعن انواع العماد التانية اللي احنا مش بنقدر نشوفها بالصوره الواضحه اللي احنا بنتكلم عليها؟ وبعد كده نرجع تاني لمعموديه الاطفال عشان نكملها. او تحبي نكمل معموديه الاطفال؟ لا نكمل معموديه الاطفال طبعا، نكمل معموديه الاطفال عشان عندي كذا جزء. احنا اتكلمنا على الرموز بتاعت معموديه الاطفال في العهد القديم، كان في رموز، مثلا رموز كانت زي مثلا الملاك اللي كان بيعمل العلامه على البيت. اللي كان بيعمل علامه على البيت، لو الاب والام كان بيجي يبص على العلامه ويمشي، لو الاب والام ما حطوش العلامه كان هيحصل ايه للبيت كله؟ كان البيت كله هيموت. رموز برضو المعموديه زي ما قلنا عبور البحر الاحمر. طب الاب والام لو ما عبروش البحر الاحمر مع اولادهم كان هيحصل ايه للاولاد؟ هيموت. فالكنيسه بتعمد الاولاد على ايمان والديهم، مهم جدا، والوالدين مسؤولين عن الاولاد دول. وبعد كده زي ما قلت الكنيسه ما بتحرمش الاولاد دي كلها من نعمه الكنيسه ومن نعمه الاسرار ومن نعمه كل الحاجات دي. والسيد المسيح بنفسه قال دعوا الاولاد ياتون الي، ما قالش لا خليهم بعيد انا عايز الكبار بس ولا اعمد الكبار بس. وبعد كده لو نبص الناس اللي بتنكر معموديه الاطفال بينكروا ان المعموديه مهمه للخلاص. يعني ايه؟ السيد المسيح بيقول من امن واعتمد خلص، وبيقول من لم يولد من الماء والروح. طب انت لو مش مآمن اللي مش هيتولد من الماء والروح مش هيخش ملكوت السماوات. طب ما هو لو ما بتعمدوش ما هو مش هيخش ملكوت السماوات، وذنبه هيبقى في رقبتك بالظبط كده. نبص ايام الرسل، لما كانت الرسل بتعمد البيت كانوا بيعمدوا البيت كامل، ما كانش بيعمد الزوج والزوجة ويسيب الاطفال او الاولاد. نبص من هنا بيقول ايه لما في قصة عماد سجان في لبي، قال له القديسان بولس وسيلة آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. الأول لازم تآمن تعرف ربنا، أول ما بيعرف ربنا بيقول له إيه الخطوة التانية؟ يقول له تتعمد. لكن لو قلت له تعمد يقول له تعمد إيه؟ مش هيفهم. فالأول لازم يعرف الإيمان، عشان كده بيقول من آمن، لازم تعرفه الإيمان، وده راجل كبير فكان لازم يعرف الإيمان، ما قلناش طفل، لازم يعرف الإيمان. وبعد كده ما يعرف الإيمان قالوا إيه؟ وكلماه وجميع من في بيته بكلمة رب، كل اللي في البيت كلموهم بكلمة ربنا. بعد ما كلموهم بكلمة ربنا عملوا إيه؟ واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون وتهلل جميع بيته. يعني أنا بروح أزور بيوت كتير، مدارس الأحد، بنزور الأولاد أو بنزور الكبار يعني، وبتيجي العيلة كلها وبنفتح الإنجيل وبنتكلم في الإنجيل. هل تعتقدي انا اقدر اقول لواحد كبير لا انت ما تقعدش جاي للاطفال، او تقول للاطفال انا جاي للاطفال الكبار يمشي، او للكبار الاطفال يمشي؟ لا. ده كان بيحصل مع الرسل، بيعلموا البيت كله، بيعرفوهم كلمه ربنا، ولما بيامنوا كلهم بيعمدوا البيت. مفيش اي حاجه في الكتاب المقدس تثبت اوعى تعلم اوعى تعمد الاطفال. ده بالعكس، انا هجيب اباء الكنيسه كلهم كانوا بيقولوا لازم الاطفال تتعمد. تاني حاجه برضو قصه مين؟ قصة ليديا بائعة الأرجوان، إنها اعتمدت هي وأهل بيتها، يعني مش هي بس هي اللي آمنت، لكن هم كل البيت آمن، كل البيت عرف ربنا، تعمدوا كله. قال القديس بولس وعمدت أيضا بيت استفانوس. بيت استفانوس يعني بيت استفانوس كان فيه راجل وأولاد وبيت كامل. كل الحاجات دي في يوم 50 الكتاب المقدس ما قالش إن ما كانش فيه أولاد ومنعوهم، قال عمدوا كلهم، آمنوا وعمدوا كل. ومش معقول الناس كلها سابت ولادها في البيوت، ما كانش ساعتها حضانه ولا اي حاجه، وراحوا سمعوا القديس بطرس، وكل الناس دي ما كانش معاها اطفال. مش معقول، مش ممكن. لا طبعا.
كان في القرن الثالث اختلاف بين القديس أغسطينوس وجيروم على النفس مخلوقة ولا مولودة. القرن الثالث، فالقديس جيروم بيقول النفس مخلوقة، القديس أغسطينوس بيقول النفس مولودة بتتولد مع الإنسان. والقديس أغسطينوس رد على جيروم قال له طب النفس لو مخلوقة ليه بنعمد الأطفال؟ يعني ربنا بعت النفس من عنده يبقى النفس ما حملتش الخطية الجدية اللي في الجسد، ليه بنعمد الأطفال؟ فمعمودية الأطفال كان من القرن الثالث قديس جيروم وأغسطينوس كانوا بيتكلموا عنها. ما جيش أنا في القرن 17 ولا 18 ولا أي بدعة تطلع تقول ما فيش تعميد أطفال عشان أجيب آية بس من الكتاب المقدس أقول من آمن واعتمد. طب ما آمن واعتمد ما بتقولش ما تعمدش الأطفال. دي حاجة. قديس غرغوريوس النازيانزي بيقول إيه؟ بيقول المؤمنين لازم يبادروا بتعميد أولادهم لا يدهمهم الموت ويهلكهم الرب. أوكي. وقديس ترتليان سنة 160 بيتكلم عن معمودية الأطفال. فكان كل الأباء بتوع الكنيسة الأوائل وكان كل الناس، وفي حاجات كتير هنا واحنا بنعمد الأطفال على إيمان والديهم، هنبص على معمودية برضو كانت ترمز، الختان كان بيرمز للمعمودية. هنلاقي إبراهيم برضو في العهد القديم في تكوين 17 ربنا قال له إيه؟ لازم العهد الذي أبرمته الله مع إبراهيم أبينا، قال له المعروف أن الختان كان يتم في اليوم الثامن حسب أمر الرب. فالطفل في اليوم الثامن من عمره ماذا كان يعرف عن العهد بينه وبين ربنا وبينه وبين إبراهيم؟ كانوا بيختنوا الطفل، والختان ده قال قديس بطرس بولس إن هي رمز المعمودية. عبور البحر الأحمر زي ما قلت كان رمز المعمودية، كانت الأباء ماشية وأولادهم وعيلتهم، وفرعون كان يرمز للشيطان، وعشان كده زي ما قلت قبل كده كان في المعمودية بيجحدوا الشيطان. كل الحاجات دي بتشير مثل ثالث الملاك والسيف المهلك اللي قلتها في قصة الخلاص خروف الفصح خروج 12، ولأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. كل ده بيثبت ان الاطفال كانوا بتعمدوا. مرة ابونا لقا سيدروس كتبها في كتاب ابرار معاصرين، بيقول طالع من القداس وصرفت الناس لقيت ست جايبة شاي العيل، بيقول بالظبط كده مش نص ميت يعني خلاص ميت، والواد بيتنفس ببطء وبصعوبة، وقالت له يا ابونا الواد شكله هيموت انا عايز اعمده. ابونا بصلها كده بيقول يعني ده انا لو حطيته في الماء هيموت. بيقول لقيت ابونا بشوي طالع كان راح يناول بره، فقلت له الحقني يا ابونا بشوي كنت لسه جديد اعمل ايه؟ فبص للولد وبص للست قال له يا ابونا انا خايف احسن الواد يموت وانا بعمده. بيقول كان شماس واقف معاهم قال له يا ابونا، قال لابونا كده هو اللي بيتعمد بيموت. فابونا بشوي بص للواد وبص لابونا لقى وقال له عمده على ايمان الواد ده. بيقول انا قعدت اصلي ورشمته بالزيت وجيت احطه في الميه اقول بسم الاب والابن والروح، وكل مره ابص عليه لسه عايش ولا لسه عايش، ولما طلع في المره الثالثه وابتدى يفاق قلت الحمد لله اشكرك يا رب، رشمته بالميرون وقلت لها في اي فرصه تجي لي على طول اناوله. بيقول زفناه ومشي الواد. بيقول جه ابونا بشوي قال لي عملت ايه مع الواد؟ قلت له الحمد لله الواد لحد ما مشي كان سليم وعايش. قال له طيب، قال له طب ما خدش عنوان الست نطمن؟ قال له نسيت انا كنت كل تركيزي الواد. بيقول لي عمال افكر في الست، الست مش يعني مش بتيجي على طول الكنيسه فمش عارفين بيتها ولا حاجه. وبيقول وبعد اسبوعين لقيت الست شفتها في القداس وانا ببخر وبلف الواد فين؟ قالت له بص يا ابونا عمال يلعب. بيقول الواد صحته زي الفل ومنور وقاعد بيلعب في الكنيسه. دي بركات المعموديه. انا احرم الولد الصغير من البركات دي كلها؟ ابونا بشوي قال لابونا لوقا قال له ما تخافش احنا الكهنه نكون اكتر الناس مؤمنين بالاسرار. بيقول له لما جيت انا برضو كنت بعمد، عمال بعمد واحده بنت عيلتها غنيه جدا، وقبل ما نزلها وقبل ما ابتدي المعموديه جه ولد من منطقه فقيره قوي وعايز يتعمد. قال طبعا الولد لازم يتعمد الاول، فطلعنا هدوم الولد كان جسمه كله مدمامل. فالست شافت جسم الولد قالت له لا يا ابونا ما تعمدش الواد الاول احسن بنتي تتعدي. قال لها لا ده قانون الكنيسه بيقول. قالت له لا يا ابونا. وابتدت ازمه هتحصل، فمن اجل ان انا احل المشكله قلت لها طب حاضر، عمدت بنتها الاول وبعدها عمدت الواد. وابتديت اكلمها
على ما تخافيش، ده معمودية دي بتشفي مش بتنقل عدوى من أي حد. بيقول شفتها بعد أسبوعين ثلاثة، أخبار بنتك إيه؟ بتقول لي يا بنا ما بتاكلش كويس ومش عارف. قال لها شفتي، لازم أنت تكون عندك إيمان إن الحاجات دي. بيبص على الواد التاني برضو جه بعد بفترة، بيبص لقى الواد جسمه زي الفل بعد المعمودية. لازم عندنا إيمان إن المعمودية مش بتدي بس البصيرة الروحية، دي بتدي الخلاص من الخطايا، بتدي حياة أبدية، وبتشفي الجسد كمان. وهنتكلم برضو بعد كده على برضو معجزة أو اتنين عن المعمودية فيها شفاء للجسد. بالنسبة للسؤال اللي انت بتسلقيه يا ياسمين، معمودية الدم أو الشهادة، احنا بنفكر المشاهدين بقى. السؤال كان بيقول احنا دلوقتي في قديسين استشهدوا، يعني كانوا مؤمنين لدرجة الاستشهاد وما كانوش تعمدوا، زي مثلا الناس اللي بتقول اللص اليمين، اللص اليمين يقول لك طب انتوا بتقولوا كل حاجه دي لازم تعمد، طب اللص اليمين ما تعمدش هيروح فين؟ انا مش هرد، انا هجيب اباء الكنيسه اللي ردوا على النقط دي، كبريانوس في العصور الاولى القرن الاول والثاني، والاباء بتوع الكنيسه كرولوس الاورشليم والاباء دي قالت ايه، والقديس باسيليوس العام القديس الباسيلي بيقول ايه. وعلى فكره كل اللي انا جايبه النهارده هتلاقوا كتاب حبيب جرجس، القديس حبيب جرجس الاسرار السبعه، هتلاقوا كتاب الانبا غوريوس الفوليوم 8، وفي اسئله كتير جدا على المعموديه ردت عليها، وكتاب قداسه البابا شنوده اللي هوته المقارن. دول مراجع حلوه جدا للي يحب يرجع للحاجات دي. انا دوبك بس جمعت ووضبت بحيث انها تبقى سهله على المشاهد، بحيث ان اي حد يقول لك ما فيش معموديه اطفال او المعموديه كله من الكتاب المقدس زي ما انت شفته، اباء الكنيسه والحاجات. ما جيش انا بعد القرن ال 16 وال 17 افضل اطلع ببدع جديده والناس للاسف اللي ما تعرفش تمشي وراء حد ولا حاجه. بيقول ايه؟ هقراها بالظبط زي ما الاباء قالوا ايه؟ من الواجب ان نبين هنا ان الكنيسه تعتبر معموديه اخرى تسميها معموديه فوق العاده او معموديه الدم او الشهاده. ونقصد بها الذين يقدمون انفسهم للشهاده على اسم المسيح قبل ان يقتبلوا معموديه الماء. وذلك بناء على قول الرب نفسه، كل من يعترف به قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماء. ناس اعترفت بربنا اخر لحظه في حياتها. طب لو ربنا اداله عمر وقلنا له ده انت اعترفت بيا وهتموت من اجلي، ممكن تتعمد؟ هيقول لي لا. وهيقول ايه تاني؟ وان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي يجدها. يعني واحد هيموت من اجل ربنا مش هيلاقي نفسه. بعد كده بيقول ايه؟ طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، قد غفرت خطاياهم الكثيره، قد غفرت خطاياها الكثيره لانها احبك كثيرا. في لوقا على الست، الذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي. كل ده بتبين الانسان اللي بيحب ربنا، ربنا مش هيسيبه. ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع نفسه لاجل احبائه. انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به. هنموت من اجلك يا رب، ومعقوله ما نخشش السماء؟ هيقول لا، ده الاستشهاد بتاعكم دي معموديه دم. وهيقول لك ازاي هنا؟ بهذه المعموديه التي نحن بصددها قد اعتمد جمهور كثير من الشهداء الذين قدموا ذواتهم وصفقوا دمهم لاجل المسيح. يعني لو نبص مثلا في قصه القديس ماري جرجس، كان كل ما يحصل يعذبوه وتحصل معجزه كل الناس تقول امنا باله ماري جرجس، يلموهم من العساكر يموتوهم. طب الراجل اللي قدم حياته من اجل الايمان بالمسيح، هل ده ما يبقاش مقبول قدام ربنا؟ لا، مقبول قدام ربنا. بس يشوفوا الرد بتاع الاباء بيقولوا على معموديه الدم او الشهاده دي ايه. وقد اعتبر اباء الكنيسه هذه المعموديه اعتبارا كثيرا، فقد قال القديس كبريانوس، ده اول واحد، لا يجهل احد ان الموعظين، كانت الناس اللي لسه ما اتعمدتش كانوا قاعدين، كان الموعظين دول بيحضروا القداس لحد بعد الوعظة وقبلوا بعضكم بعضا بيخرجوا. إن لو أحد الموعظين استشهد وهو غير معمد، لأنهم استبغوا أعظم صبغة وأشرفها، أي صبغة الدم التي تكلم عنها مخلصنا. ده هو بس ما خدش صبغة المعمودية، ده خد صبغة الدم الذي تكلم عنها مخلصنا. ويرب يؤكد أيضا إن المعتمدين بدمهم والمقدسين بالتعذيبات يضحون كاملين ويأخذون نعمة الوعد الإلهي. وقال القديس كيرلس الأورشليمي، تاني واحد، من لا يقبل المعمودية فلا خلاص له، ما عدا الشهداء وحدهم الذين بدون الماء ينالون الخلاص، لأن المخلص كان
لما كان يفتدي العالم كله بالصلب نخس في جنبه فخرج منه ماء ودم. الماء للناس اللي اتعمدت، والدم للناس اللي ماتت واستشهدت من غير عماد. شوف لآباء الكنيسة بتفسرها ازاي وهيقولها. وليعتمد البعض بالماء في أوقات السلام، زي ما بنروح نعمد أوقاتنا في أوقات السلام، والبعض الآخر بدمهم في أوقات الاضطهادات، تعتبر معمودية بالضبط زي الماء. إن المخلص نفسه دعا الشهادة الصبغة بقوله: هل تستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تستبغى بالصبغة التي أستبغى بها؟ حيزته في 3:8. وقال القديس باسيليوس الكبير لعامل القداس الباسيلي: إن بعضا نالوا الموت بالجهاد الذي عن حسن العبادة لأجل المسيح حقيقة الاقتداء، ولم يحتاجوا إلى شيء من الرسوم التي من الماء لخلاصهم، لأنهم تعمدوا بدمهم. إنني أعرف معمودية أخرى أيضا، وهي معمودية الشهادة والدم، المعمودية التي تعمدها مخلصنا نفسه. هذه المعمودية هي أكثر مجدا من غيرها في عزة عن الظهور الإلهي. كل أباء الكنيسة قالوا زي اللص اليمين ده، اعترف بالرب ومات على الصليب وربنا قال له هتخش السماء، ده قدم حياته كلها. طب ده لو كان عمره طول ساعتين ثلاثة كان يتعمد ولا ما يتعمدش؟ كان هيتعمد. احنا بندور على اي حجة عشان نهرب من المعمودية. احنا لو عارفين قيمة المعمودية اللي مهمة لخلاصنا مش هندور طب اللص اليمين يتعمد ولا لا، طب ده مش الولد عمد ولا لا. المهم احنا مؤمنين بفوائد المعمودية ولزومها ولا لا، ده المهم. طبعا. طيب اتفضل. عندنا دلوقتي فقرة هتبقى اسئلة بس، علشان في بقى في اسئلة كتير قوي الناس عايزة تعرف يعني الحل بتاعها، وهنبقى اسئله برضو بخصوص العماد عشان مش عايزين نخرج بره الموضوع. بس اول سؤال، كلمه الاشبين معناها ايه؟ كلمه الاشبين بدي كلمه سورينيه بمعناها الحارس او الوصي. يعني في كنائس كتير بيسموهم جاد ماذر او جاد فازر، دول بيبقوا مسؤولين عن الطفل لحد سن 12 سنه، وليه مشهور قوي في كنيسه الكاسل. مسؤول عن الطفل روحيا، بيهتم بيه ان هو يعمل تشورن الواد يروح الكنيسه. أيوه. والواد يقرا الانجيل والحاجات دي لحد 12 سنه ويسلمه الكنيسه، تبقى الكنيسه مسؤوله عنه. واللي اتكلم عن الموضوع ده المجموعه الصفو ابن العسال في الجزء الثاني. دول الاشبين، واحنا الام في الكنيسه الارثوذكسيه عندنا هي بتبقى الاشبين هي والاب. ما عندناش حاجات جاد ماذر وجاد فازر دي، يبقى حد تاني. حد تاني لو الام عيانه او متوفيه لا قدر الله او حاجه زي كده، بيبقى اشبين، بتبقى مثلا اختها، بتبقى مامتها، بيبقى حد من العيله، يبقى مسؤول عنه روحيا لحد. في اب كاهن بيقول الملجا اتصل بيه، وام وهي بتولد ولادها الاثنين التوأم اتوفت. الاب خد البنتين كانوا مولودين حتى 7 اشهر، ودوهم للملجأ، وبعد كده الأب قال لهم أنا مش هقدر ربي، رجع بلده. لو مش هقدر ما اقدرش مؤيده. فالست الرهبة اتصلت بابونا قالت له الحق يا ابونا، دول ما تعمدوش جايين من مصر، نعمل ايه وشكلهم بيموتوا يعني حتى ولا 80 يوم ولا اي حاجة بيموتوا، يا ابونا نعمل ايه؟ قال لهم حاضر هاجي. جه ابونا وجاب مية من المعمودية وعمدهم وهم صغيرين كده وعمدهم. بيقول متوقع يتصلوا بي يقولوا لي اي حاجه بتاع، بيقول 3 4 اسابيع 5 اسابيع كبروا وزي الفل، بيقول وصحتهم زي الفل. وكانت هي الرهبه الاشبينه بتاعتهم. فالاشبين ده انسان بيبقى مسؤول او ماسي على واصي على الطفل ده لحد سن 12 سنه ويوصله ويسيبه للكنيسه. طب بعد سن 12 سنه ايه اللي بيحصل؟ الكنيسه المفروض بتكمل بقى. هو كامل السن يعني، عارفه الكنيسه بتكمل معاه. الكنيسه مسؤوله عنه، بيبقى في خادم وكده لحد سن 12. ده اللي بيقوله صافي بن العسال في الكتاب بتاعه. طيب سؤال تاني، هل ممكن نعمد الولد قبل 40 يوم والبنت قبل 80 يوم؟ احنا عارفين عماد الولد بيبقى 40 يوم وعماد البنت 80 يوم، بس في اي فرصه ان هو يتعمدوا قبل كده؟ طبعا احنا ال 40 يوم دول ده للام. ده زمن طهاره الام. لو ولد 40 يوم ولو بنت 80 يوم وجايبينها من منين؟ هنلاقي في سفر اللاويين 12. سفر اللاويين 12 من 2 ل 5 بيقول ايه؟ عشان برضو الناس كتير قوي بتسال بتقول ليه 40 يوم وليه 80 يوم وكده. انا بسال بصراحه على حكايه ال 40 و 80 دي، علشان انا يعني سمعت
ردود، بس انا لحد دلوقتي مش فاهمها قوي برضه. هو الكتاب المقدس دي كانت وصيه ربنا في سفر اللاويين للشعب، بيقول لهم ايه؟ وكلم الرب موسى قائلا، ده كلام ربنا، فعشان كده احنا لازم نكمل كلام ربنا. المسيح ما جاء لينقض بل يكمل. وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني اسرائيل قائلا، اذا حبلت امراه وولدت ذكرا تكون نجسه سبعه ايام، كما في ايام طمس علتها تكون نجسه، وفي اليوم الثامن يختتن لحم غرته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس، والى المقدس لا تجيء، يعني ما تجيش الكنيسه حتى تكمل ايام تطهيرها. لو نبص 33 يوم وسبعة يبقوا كام؟ 40. ده لو ذكر. لو بنت بقى، وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمسها، ثم تقيم 66 يوم، أسبوعين 14 يوم، 66 80 يوم البنت بالظبط في دم تطهيرها. ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة، تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة أو ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها، فتظهر من ينبوع دمها هذه الشريعة التي تلت ذكرا أو أنثى. وإن لم تنل يدها كفاية لشاه، تأخذ يمامتين أو فرخية حمام، الواحد محرقة والآخر زيت خطية، فيكفر عنها. وده اللي الكاهن بيعمله بعد الأربعين يوم للأم، بيصلي لها وبيدهنها بالزيت. طيب انت على فكره كده حليت السؤال الثاني كمان، هو السؤال اللي بعديه كان ليه الأربعين يوم وليه الثمانين يوم، بس الايه دي وضحتها جامد، يعني الجزء ده من الانجيل وضحه جامد. مره من المرات اب كاهن جات له، اتصلت بيه الساعه 12 بالليل امراه، قالت له يا ابونا بنتي حالتها خطيره جدا في المستشفى. قال لها انا هاجي لك على طول الصبح. جالها الصبح بيسال على الست الممرضه، قالت له احنا قلنا لها ان بنتها مش هتعيش كتير، وقلنا لها الاجراءات لو بنتها ماتت في المستشفى. فقالت خدت بنتها وجريت هربت. ابونا راح لها البيت، لقى الست حاطه بنتها وعماله تعيط جنبها وحالتها صعبه جدا البنت. فابونا قال لها ايه؟ طب بصي، قعد يكلمها بكلام معزي وبتاع. ابونا خرج ونسي ان البنت متعمده ولا لا، راح الكنيسه جاب ميه لقان وعمد البنت. بيقول جيت بعد الظهر معايا مفاتيح مدافن الكنيسه، متوقع ان حاجه تحصل بنت، ما حصلهاش حاجه. جه زارها ثاني يوم معاه مفاتيح المدافن. قال لها ايه اللي قالت له؟ يا ابونا البنت لسه عايشه، ويسال على البنت عايشه. بيقول بعد اسبوعين ثلاثه الام جابت البنت الكنيسه، رشمتها بالميرون وتناولت، والبنت زي الفل، عندها 8 سنين دلوقتي. فالحاجات دي مهمه جدا، المعموديه وبركه والبركه ليها الاطفال. بالنسبه معموديه الاطفال ال 40 وال 80، لو الام تعبانه ما تقدر، لو التعبانه مش قادره تروح والاولاد عيانه، او الام لسه 40 او 80 يوم والاولاد عيانه، لازم الاولاد تتعمد. ما ينفعش نسيب الاولاد، لو واحد قرب يموت او واحد حالته خطيره ممكن يتعمد، حتى لو يوم واحد، حتى لو ساعه واحده. انا حضرت مع ابونا اب كاهن من كنيستنا، ابونا عمد واحد وهو في الحضانه، كان عنده مشكله في القلب وكانوا خايفين عليه جدا، عمده في الحضانه وكنت معاه. لو يوم واحد ابونا يعمده، ما تخافش، ده دي مسؤوليه قدام ربنا. مين يرضى ياخد ذنب حد ان هو ما يتعمدش؟ طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا وهنرجع لكم تاني ونكمل فقرة الأسئلة عن المعمودية. بحاول أبقى حد تاني.
ان انت وساعدني. دورت يا ما لكن تعبت ومش لقيك. عارفك اكيد مدت ايديك وبتنتظرني. وحاجة فيا من روحي تحس بيك. وعليا مش شايفك قصادي حتى وانت قريب يا رب. واحتياجي عادي ما انت عارف ده انت اب. نفسي دايما عايشة خايفة ارضي ناشفة. والسواقي ما بين ايدي. اعزائي المشاهدين نرجع لكم تاني و حلقة النهاردة عن المعمودية. ودلوقتي وصلنا لمرحلة الأسئلة وأسئلة عن المعمودية. بس هنوصل للسؤال اللي بعد كده. إيهاب تقول لنا عن مصير الأطفال اللي هم غير معمدين. مصير الأطفال غير معمدين طبعا احنا بنقول إن لم يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات. ولد متعمدش ومات مش هيخش طبعا ملكوت السماوات. الكنيسة بتقول ايه؟ بتقول بيبقى هو في حالة وسطى. ولا بيتعذب ولا بيتمجد. ولا بيتعذب عشان هو اتولد ما عملش خطيئة بس هو وارث الخطيئة الجدية ما تغفرتلوش. ولا بيتمجد عشان ما خدش المعمودية. قديس أرغوريوس الثيولوجوس بيقول ايه؟ ان الاطفال غير المعمدين لا يمجدون ولا يعذبون من الله العادل. عشان مش معقولة ربنا هيساوي بانسان اتعمد وانسان ما اتعمدش. فعشان كده مسؤولية كبيرة جدا على الآباء والأمهات. أرجوكوا عمدوا أولادكم. محدش يقدر يقف قدام ربنا ياخد ذنبهم. وبعد كده الأنبا أغرورس ردت عليها برضو كذا مرة بيقول مش في مكان أوسط بتوين كده أو كده زي الكنائس اللي بتقول المطهر. لا في حالة وسطى. مش في مكان. ما فيش حاجة اسمها عندنا مكان أوسط. لا في حالة وسطى. طيب السؤال الثاني. واحنا بنقول الفقره دي بسرعه قوي عشان لسه ورانا حاجات كتير عايزين نقولها بس مش عايزين ننسى الاسئله دي. السؤال الثاني بيقول هل تعاد المعموديه لو انكر الايمان؟ لو حد انكر الايمان يعني حد مسيحي متعمد انكر الايمان هل تعاد معموديته؟ لا المعموديه واحده بس. الذين استنيروا مره واحده ما تتعادش تاني ابدا. ياخد تاديبات روحيه لكن ما تتعدش. كان مرة البابا القديس ماكاريوس اللي هو البابا الثالث 114 12 دي في مجلة مدارس الأحد سنة 1949 بيقول كان في واحد اسمه عم يعقوب. بيقول واحد بيسأله بيقول له أنا عايز أعرف إيه اللي اسمه الزيت الميرون عندكم ده. قال له ليه؟ هو ساكن جنب المقابر. بيقول له بالليل لقيت واحدة جميلة جدا ومعاها عساكر أكنها ملكة وعساكر حواليها. وفتحوا مقبرة من المقابر اللي حواليها المية اللي انت شايفها دي. وسمعهم بيقولوا ميرون ميرون. انا مش فاهم ايه الميرون. هو انسان غير مسيحي. انا عايزك تشرح لي ايه ده. قال له وفي ايه؟ قال له المقبرة دي واحد كان مسيحي وانكر الايمان ومات. فببص لقيت الناس العساكر اللي معاها دول فتحوا المقبرة وخرج الراجل ده. وفي اذان مية كبير جدا بتغلي حطوه في جوه الاذان. ولقيتها طلعت علبة صغيرة وبمعلقة صغيرة وبتلم الزيت اللي فوق وبتقول ما يستاهلش ميرون ابني. ما يستاهلش ميرون ابني. وخدته كلها وحطته وطلعت هي والعساكر بتاعها وادي المية في الأرض. دي العذراء اللي كانت جات. فبيبين الإنسان لآخر لحظة في حياته لو أنكرت الإيمان ممكن ترجع تاني. صورة مخيفة برضه. يعني طبعا صورة مخيفة. طبعا فلو نكرت أنكر الإيمان الكنيسة بتسمح له يرجع لآخر لحظة. وكان في موضوع كبير برضه في ايام الكنيسه الاولى الذين انكروا الايمان ايام الاضطهاد. وكان في اباء بتقول يرجعوا وكده وكان وبيرجعوا بياخدوا بعض التاديبات الروحيه. ايوه اوكي. طيب السؤال الثالث. لو واحد هيموت ومش عارفين نجيب حد يعمده ازاي ممكن يتعمد لو ممكن يتعمد؟ دي برضه مهمه الانبا غورس ردت عليها واباء الكنيسه قالوها. الانسان المؤمن ممكن يعمد. يعني بيحاولوا يجيبوا واحد كاهن مش قادرين يجيبوا مش عارفين يجيبوا حد من الكنيسه. وعاد كتير جدا على الكنيسه. وواحد بيموت ومش متعمد. الانسان المؤمن يعمد.
وجايبينها منين؟ من تاريخ الكنيسه. كان في واحده اسمها القديسه ساره، وده الاجابه بتاعت السؤال. ايوه القديسه ساره. خلاص السؤال راح بقى علشان احنا تقريبا نهايه البرنامج. البرنامج عايزين نحلها. القديسه ساره دي عملت ايه؟ كان جوزها انكر الايمان وكان ماسك مركز كبير قوي في الجيش الروماني وما كانش عايز يعمد ولادها، فخدت الولدين وطلعت بباخره او مركب عشان تروح الاسكندريه تعمد الاولاد. وهي في وسط البحر، البحر هاج عليها كتير جدا، فعورت نفسها ورشمت العيال بالدم وعمدتهم ثلاث مرات. ويشاء ربنا ان البحر يهدى وتروح الاسكندريه ايام البابا بطرس خاتم الشهداء، وده البطرك اللي اسمه قلناه في المسابقه. البابا بطرس خاتم الشهداء كان بيعمد بقى، فالناس كلها عايزه تعمد اولادها، يمسك الاولاد يحطهم في الميه، الولد ينزل في الميه يتعمد. يمسك اولاد ساره يحطهم في الميه، المعموديه زي الحجر. يشيل الولاد ويحط واحد تاني، الميه تنزل تاني. يحط ولادها تبقى زي الحجر. قال لها ايه اللي حصل يا ستي؟ قالت له يا سيدنا البحر هاج، فانا عملت كذا 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 وخفت احسن نموت من غير عماد. قال لها معموديتك اتقبلت قدام ربنا، واتقبلت معموديتها قدام ربنا، وتبين ان المعموديه ايام البابا بطرس خاتم الشهداء كانت من 17، كانت موجوده معترف بيها، كانت المعموديه بالتخطيص، وتبين ان كان معموديه الاطفال مقبوله قدام ربنا، وربنا قبل المعموديه بتاعته. يعني الذين لا يؤمنون بمعموديه الاطفال لا يؤمنون بالخلاص في المعموديه. مهم جدا لو نعرف قيمه المعموديه، مش هاجل معموديه اولادي. والناس اللي بتندر وتقول لا انا لازم اوديك قديسه ديميان اعمد ولا لازم ويتاخر، حاسبه من المسؤوليه. حقيقي يعني حرام طبعاً. اهم حرام. ان هو يتعمد عن ان هو يتعمد في مكان ما تندرش الحاجات دي. عمده الاول وبعد كده زور الدير ولا زور الكنيسه، يمكن ما حصلش ظروف ولا حاجه. لازم الحاجات دي مهمه جدا. ايهاب ما فاضلش وقت كتير، بس عايز اسالك السؤال ده، هنعمل ايه السنه الجايه؟ ايه البروجرامز اللي احنا ممكن نفكر فيها؟ احنا سمعنا ان انت مش سمعنا، انا عارفه ان انت عامل دراسات كبيره عن الاسفار القانونيه، فايه رايك ان احنا نتكلم في المجال ده او قراءات الاحاد بتاعت السنه؟ هو نشكر ربنا احنا هنكمل الموضوع برضو. لماذا احنا بنفكر نعمل الاحاد، قراءات الاحاد السنه التوتيه؟ يعني مثلا نحضر نعرف القراءات بتاع الانجيل ايه يوم الاحد، يبقى احنا عملنا حضرناها الجمعه. أيوة. ولما نروح الكنيسه نعرف الانجيل بيتكلم عليه. ناس كتير قوي بتحضر قداس ما كانتش تعرف الانجيل بيتكلم عليه. كده لما نتكلم عليها ونحضرها. هنخش برضو على المناسبات، يعني مثلا في الخمسين وفي اسبوع الالام والحاجات دي، نخش على المناسبات برضو ونغطيها. وبرضو بفكر نتكلم على اسفار القانون الثاني في النص. لو اتكلمنا مستني مساحه عشان موضوع كبير، او دول 9 كتب وخدوا حوالي 20 سنه شغل مني على ما طبعتهم، فيعني عشان نديها يعني وقتها ونقدر نفهم الاسفار القانون الثانيه دي فيها كنوز روحيه مهمه جدا، مهمة جدا يعني نتعلمها ونعرفها وناخدها دراسة كده كدراسة كتاب مقدس. لكن ده اللي بنفكر فيه. طبعا احنا قدامنا دقيقتين، مش عايزين برضو ننسى ان نشكر كل الناس اللي شجعونا وعضتونا تاني، وكل الناس اللي بيصلوا لنا، وكل الناس اللي بيساعدونا، كل الناس اللي بيبعتوا لي القصص اللي بقولها دي. في ناس كتير قوي بتبعت لي قصص عشان اقولها في الموضوع، وفي ناس كتير بتطبع السيديهات وبتعمل الدي في دي، وفي ناس اللي بتشتغل في الاستوديو طبعا بنشكرهم، وبنشكر اللي هو هاني، وبنشكر مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش، نشكر دكتور رأفت اللي ادانا فرصه ان احنا نطلع هنا، كل الناس اللي عاملين في الاستوديو عشان ما ننساش حد. نشكر الناس اللي كانوا بيردوا على التليفون، بنشكر الناس بتوع الاستوديو بتاع امريكا بالبث. يعني مهما نشكر مش عارفين نقول يعني. وطبعا اولا واخيرا لولاش نعمه ربنا علينا ما كناش وصلنا اللي احنا فيه. بنشكركم جدا وعايزينكم تسكنوا في صلواتنا، في صلواتكم، واحنا بنشكركم في صلواتنا عشان نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا كده خلصنا للسنه دي. 2014 كانت فعلا سنه جميله، وسنه انا شخصيا استمتعت بالحلقات كلها والبرامج كلها. بشكرك يا ايهاب، كانت 20 حلقه جميله جدا. نشكر ربنا. وفي الست اسابيع اللي جايين هتبقى ان شاء الله اعاده الحلقات اللي فاتت، علشان احنا واخدين بريك 6 اسابيع، وبعد كده هنرجع تاني ان شاء الله السنه الجايه بافكار جديده وبرنامج جديد لسه اسمه المادة. بس قولوا لنا انتوا رايكم ايه في المواضيع اللي نتكلم فيها، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين مقدما، وان شاء الله نشوفكم السنه اللي جايه على خير.